صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله همسات رمضانية. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حسابي الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب ووقعهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه من زنجبيل فاق كل شراب هذا جزاء الصائمين لربهم سعدوا بخير كرامة وجناب الصوم جنة صائم من مأذم ينهى عن الفحشاء والأوشاب الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من رقة برقاب ما صام من لم يرع حق مجاور وأخوة وقرابة
شرا أوسعا لخراب، ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب. الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب. الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب. كم من صيام ما جنى أصحابه غير الظما والأتعاب. كم من صيام ما جنى أصحابه غير الظما والجوع والأتعاب. ما كل من ترك الطعام وكذاك تارك شهوة وشراب. ما كل من ترك الطعام بصائم وكذاك تارك شهوة وشراب. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين. الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب:
وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه ابن ماجه. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أقرب الأقربين يا أجود الأجودين يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا صاحب المن والعطاء يا كثير الخير يا واسع المغفرة يا حسن التجاوز يا عظيم الصفح يا حبيب القلوب يا رب يا رب يا طبيب القلوب يا رب يا رب العرش العظيم يا رب يا قيوم السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا رب يا رب يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا من تطعم ولا تطعم يا من تحكم ولا تحكم يا من تقضي ولا يقضى عليك يا صاحب الأمر والنهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا من تأمر ولا تؤمر يا من أمرك أمر ونهيك نهي سبحانك 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 ما أعلمك سبحانك ما ألطفك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أجلك سبحانك ما أسمعك سبحانك ما أبصرك سبحانك أنت رب تستحق العبادة سبحانك أنت رب تستحق التسبيح سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا رب يا رب يا رب هذه أيدينا في هذه الليلة عسى أن تكون ليلة القدر ليلة القدر هي خير من ألف شهر ليلة القدر تتنزل فيها الرحمات ليلة القدر تتنزل فيها الأعطيات ليلة القدر تتنزل فيها الكرامات ليلة القدر تتوزع فيها المغفرة ليلة القدر تتوزع فيها الأعطيات يا رب يا رب هذه أيدينا مدت إليك في هذه الليلة أيدينا مدت إليك رقابنا خضعت بين يديك جباهنا يا رب سجدت إليك جباهنا سجدت إليك يا رب هذه أنوفنا رغمت بين يديك
وهذه دموعنا ذرفت بين يديك. يا لطيف، يا سلام، يا مؤمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا مالك الملك، نريدك يا رب، نطلبك يا رب، ننادي عليك يا رب، يا رب نناديك يا الله، نمد أيدينا إليك يا رب، يا رب نسألك يا رب، نتوسل إليك يا رب، اقض لنا حاجاتنا. ربنا إننا بما أنزلت إلينا من خير فقراء. أنت الذي قلت في كتابك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا رب إنا نحن فقراء إليك، نحن فقراء إلى فضلك، نحن فقراء إلى كرمك وجودك. اللهم إنا نسألك من فضلك، ونسألك من جودك وإحسانك، ونسألك من رزقك، ونسألك من عطائك. نسألك جنتك، ونسألك النظرة إلى وجهك الكريم، ونسألك معونة من عندك، ونسألك معية من عندك، ونسألك مددا من عندك، نسألك مددا من عندك في هذه الليلة يا رب. نسألك مددا من عندك، نسألك عطاء من عندك في هذه الليلة يا رب. نسألك نورا تنور به قلوبنا يا رب، نسألك في هذه الليلة نورا تنور به أبصارنا يا رب، نسألك في هذه الليلة نورا تنور به آذاننا يا رب، نسألك في هذه الليلة نورا تنور به جوارحنا يا ربي. نسألك في هذه الليلة أن تعافي كل موجوع يا رب، عافي كل موجوع يا رب، عافي كل موجوع. اللهم أزل الألم عن كل متألم، اللهم أزل الألم عن كل متألم من عبادك. اللهم ارفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم اجبر كل كسير، اللهم أطعم كل فقير، اللهم آوي كل شريد، اللهم ارحم كل طريد، اللهم تدارك كل مسجون مظلوم لا يعلم بحاله إلا الله، ولا يعلم مكانه إلا الله، ولا يعلم بدموعه إلا الله، ولا يسمع سؤاله إلا الله، ولا يسمع مناجاته إلا الله. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، خذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر في هذه الليلة يا رب. يا رب في هذه الليلة، ليلة العطيات، في هذه الليلة يا رب أعتق رقابنا من النار، في هذه الليلة يا رب أعتق رقابنا من النار يا رب، أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا يا رب، أعتق رقاب أولادنا وأزواجنا يا رب، أعتق رقاب أرحامنا وأصحابنا يا رب، أعتق رقاب المسلمين أجمعين يا رب. نجنا من النار، نعوذ بك من النار ومن أهل النار ومن عذاب النار. اللهم إنا قد هربنا من نارك إلى جنتك، اللهم إنا قد هربنا من عذابك إلى رحمتك، اللهم إنا قد هربنا من سطوتك إلى مغفرتك، اللهم إنا قد هربنا منك إليك أنت القائل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم في هذه اللحظات، في هذه الساعات الأخيرة من هذه الليلة، من هذا الشهر الفضيل، اللهم أعتق رقابنا أجمعين، اللهم أعتق رقاب آبائنا أجمعين، اللهم انظر إلينا بعطفك، اللهم انظر إلينا بحنانك، اللهم انظر إلينا بجودك وكرمك. يا رب العالمين، نودع رمضان فاجعلنا فيه من المقبولين، اللهم إنا نودع رمضان فاجعلنا فيه من أهل الجائزة والعتق من النار يا رب. يا أرحم الراحمين، جعلتنا نشعر بلذة ذكرك برمضان،
فأذقنا إياها، وجعلنا دائما نستشعر هذه اللذة بعد رمضان. اللهم يا رب، جعلتنا نشعر بلذة الأنس فيك برمضان. اللهم يا رب، فثبتنا عليها بعد رمضان. اللهم جعلتنا نستشعر لذة القرب منك برمضان. اللهم فأذقنا إياها بعد رمضان. يا أنيس المستأنسين، يا حبيب العاشقين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا جليس الذاكرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب، وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد، قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل، حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟ فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفوكرات لنكتمل بالمعرفة.
نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.